السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا اليوم بدنا نعمل مبرومة بالقشطة. معنا الفيديو هذا مثل ما حكينا بس مباشر، وبنفس الوقت هذا الفيديو رح نسجله لليوتيوب. أول شغلة بدي أجيب كنافة تكون طرية، خيوطة طرية، أو إذا كانت مفرزنة بتركها لحتى تفك تفريزة، يعني ليفك التجميد عنها، وبخها بالمي وبحاول اني انا سحب خيطانه تكون مستوى واحد. هلا اول شيء بدي اجهز، عندي انا باليوتيوب موجوده طريقه القشطه، موجود باليوتيوب طريقه القشطه. بدي اجيب قشطه مطبوخه، طريقه القشطه المطبوخه موجوده باليوتيوب. طريقه القشطه هي المطبوخه عندي موجودة باليوتيوب، والقشطة الكريمية بتاخدوها من السوق. هاي القشطة الكريمية بناخدها من السوق، قشطة بدر أو ندى، أي قشطة كريمية بتلاقوها. بدي أخلط، فيني أشتغلها القشطة مطبوخة لحالها، يعني هذا الحليب مطبوخ فيني أشتغل فيه لحاله. حاول أعمل وش مشان ما يطلع عندي حبات سميكة، وانت على قد الصينية اللي عندك بالبيت، مو ضروري انه يكون صينية كبيرة، وما بفضل انها تنخبز خبيز بالفرن، لازم تنقلها قلي على الغاز وتنغمر بالسمنة. هلا بنشوف مع بعض كيف طريقة القلي تبعها. هاي اول شيء القشطة المطبوخة، بدي ادعكها لحالها لأنه هي تكون كثافتها أعلى من القشطة الكريمية. إذا خلطناهم مع بعض ما بيعودوا يندعكوا، إذا خلطناهم مع بعض ما عاد يندعكوا، بعدين بصير فيها تخريزات إجباري. هلأ حط عليهم قشطة كريمية، هاي القشطة الكريمة بدر أو ندى. بعد ما جهزت القشطة دعكتها مع بعض، هي بتشتغل للنمورة، للوربات، للزنود، للقطايف، لكل شيء بتشتغل. جيب كيس حلواني وفضيهم كيس حلواني. بدي اعبيه بكيس الحلواني القشطة اللي دعكتها عشان مدها على الكنافة. معبيها بالشكل هذا. هيك هلا عندي قشطي جاهزة والكنافة جاهزة. هاي اخواني هلا بدي بلش باللف. مثل ما قلت انا بنجيب العجين بدي فرفده واخذ مقاس الصينيه هذا الفيديو بتلاقوه بس مباشر وبتلاقوه على اليوتيوب. بتأكد انه انا العجين عندي كلياته سوا واحد ومكبوس مظبوط، تمام. المقاس اللي عندي هون بدي اتأكد نفس المقاس على الصينية، مقاس الشغل على مقاس ورقة الكنافة اللي حطيتها. حط القشطة اللي خلطناها من اخر
مكان بالكنافة من فوق مشان يسهل علي لفة. هلا أنا لما بدي لف أنا مهم جدا البداية، البداية بدي أخذها مايلة، بعمل هيك وربة للكنافة، بعمل لها هيك وربة بإيدي وبرجع رجعة ثانية عليها. صار عندي هون مثل الإفل، هون صار عندي النمور على اليوتيوب، إيه صار عندي هون مثل الإفل وبلش فيها. هون إيدي أنا سندة تسنيد ما عبشد، بس ماشي معه ماشي عادي لحتى أخلص اللف تبعي. صفر الثانية، نعمل واحد ثاني. هاي الكنافة فرفدها هيك. اللي بأوروبا بيقول لي عندي مفرزنة وما عم تزبط، يطلعها من الفريزر قبل بوقت، يبخها بمي. النوع اللي حكوني عنه انه مالح لا تشتغلوا فيه، نقوا نوع، معناتها الشركة هاي طحينة مضروب وبيحطوا ملح زيادة مشان ينصب معهم. الملح بيقوي العجين، فمشان هيك بيزيدوا له الملح لأنه الطحين بيكون عاطل، يعني الطحين بيكون تعبان، بيزيدوا له ملح مشان يشد عرقه. شايفين هيك يعبي الفراغات مظبوط هون، سحبها. ستر المكان اذا عندي شيء فراغات. هلا هذا الفيديو بينزل على اليوتيوب، تمام؟ حطينا القشطة، فينا كمان اذا بدنا نزود شغلة عليها، بتكون شغلة شوي مدعومة، بنزود رشة فستق هون وباخذ بحط اصبعتي هيك بثني الكنافة لهون وبرجع فيها. صار عندي هون مثل الإفل، قلت انا هون ما عندي ضغط، بمشي على حسب مستوى ايدي هون، يعني ما بشد التنتين مع بعض عشان ما يطلع معي فشكل، بمشي معه بس مشي عادي هيك عم سترها تستير بايدي وخالص. نكرر العملية لحتى تخلص الصينية كلها اللي عنا قد ما بدي. هاي ما بتتنشف، هاي بتنلف وبتنقلها دغري. خلص الكمية بنرجع لكم. هي عملت أربعة، بوزع لهم قشطة. بدها تكون القشطة ثقيلة عشان ما تبز منها. نلف أول واحدة، نلف الثانية لحتى أخلص صينيتي كلها. الفيصلية كمان عملناها على اليوتيوب موجودة. نلف الثالثة. قناتنا على اليوتيوب نفس اسم الصفحة، مطبخ حلويات شامية الشيف فراس. نعمل واحدة كمان. كمان هي أكلة رمضانية معروفة بسوريا. شايفين هيك سكرت الأماكن المجلية مشان ما تبز منها، تأكد إني سكرت كل الأماكن. حط لها القشطة. عندك سمنة سايحة أبو زيد؟ هي بتنقلها إلي، هي بدها تنقلها إلي وما ببيتها لتاني يوم، يعني ما ببيتها لحتى تنشف، ما بدي نشفها. هاي ما بدها تنشيف. وهي شكل الفيصلية نفس الشيء، بفرك الكنافة.
خذها هيك. واخذها لف مثل السمبوسة. حط لها القشطة هون او الجوز او الفستق وبلش فيها يمين بيسار يمين بيسار. قد ما بدي سمك كنافة سمكها. وبعدين بقصها بمشط او سكين. وبدي جمعها على صينية وبقليها. هاي الفيصلية كمان. بنسيخ لها سمنة. بنسيخ لها سمنة ان شاء الله. وننسقيها بالسمنة قدامكم. نشوف طريقة القلي تبعها. نرجع لكم. بعد ما لفيناها بنسيخ لها سمنة. سيخنا لها السمنات. بيعطيها سمنة وفيرة. اذا بدي بيتها بيتها بسمنة. ما بيتها بدون سمنة. حتى اسألوها بالنور. هي بتنقلب تتصفى يعني. ما حتروح السمنة كلها فيها. بتاخد حاجتها من السمنة. وهي لحالها شاطرة ترجع لنا زي. خلونا ناخدها على الغاز. شوف طريقة مالي كيف بتكون. بدها هي قطرة تقيل. لما بدي حليها بدي يكون 4 كاسات سكر وكاسة مي. ننتقل على الغاز ونرجيكم طريقة القلي ان شاء الله. هي اخواني بدي اجيب غاز. خليها على حرارة على نار متوسطة يعني ما تكون لا قوية ولا خفيفة. هيك. حط عليه الكنافة. هيك النار عندي متوسطة. وممكن اعملها على يعني انا لما اعمل بالبيت هعمل على كمية اقل من هاي. بدي احرر هيك بين بعضهم عشان يوصل الاستواء للنص. شايفين هيك. هاي من الأكلات كمان الرمضانية وإن شاء الله بتجربوها بتقولنا. موضوع الكنافة إخواني يعني بدنا الله يرضى عليكم دوروا على أقرب نوعية لكم تكون نوعية نظيفة وماشي حالها. المفرزة بدي طلعها من الفريزة واستنى عليها شوي لحتى تفك وبشتغل فيها. وهي مثل ما شايفين هلا بلشت تغلي السمنه عندي شوي شوي. بس ياخذ الكعب يعني كعبه بس ارفعه لاقيه اخذ لون ذهبي بدي صفيها من السمنه. يا اما بقلبها اذا عندي ملاقط مثل هاي اثنين بنفس الصينيه يا اما بقلبها على صينيه ثانيه. هلا بنشوف المراحل الثانيه. بس ما بدي اطول عليكم الفيديو تكون تشوفوا مرحله القلي كامله لانه الفيديو هذا الطويل البني ادم صاير ما له خلق يشوفه. ضل فتل فيها هلا هيك ووزع الحراره بالنص بسكين او سباتين هيك لحتى تبلش تاخد لون. نرجع لكم ان شاء الله لتاخد اللون السفل تبعها. هي هيك هلا اذا بنطلع من تحت بلاقي اللون صار ذهبي وبينقلب. صفيها من السمنه وبقلبها وبرجع برجع لسمتها. الله يسعدك يا محمد يخلي لي اياك يا رب.
هاي الحمى انتبه لأنه تكون سخنة كتير. هذا الغاز رأسه أكبر من جسمه عشان هيك بيقول لك. ما بدي صفيها هون على الآخير. أنا بدي أقلبها. أعطيني ثانية صغيرة يا سلامة. ثانية صغيرة. وبقلبها. نرجع هلا نحط لها سمناها. نستناها لحتى ترجع تسخن. سمنة من أول وجديد. هلا هيك تقريبا فينا نقول استويت. نشوف كعبة من تحت صار مثل فوق. يعني أنا عندي خاصة هيك بدي انتبه جدا جدا جدا، ولما اشتغلها رجاء اللي بيشتغلها ببيت ما يكون جنبه فيه اولاد، لانه كثير خطره. صفية هيك وقفها، بسندها على اي شيء لحتى تصفي اخر سمنتها على الاخير. بنخلص صفايه وبنرجع لموضوع التحلايه تبعها كيف حيكون. هاي هلا بعد ما صفيتها بجيب لها قطر بارد، قطر بارد وبوزع عليها قطر مثل ما قلنا لكم. هذا شيء اختياري قديش بدي احط نسبه القطر، كثيره او قليله. وهي الفئصل هي الفئصل هي اللي لفيناها مع بعض. وهي المبرومة هلأ الأفضل أني أنا أتركها تبرد شوي قبل ما أقطعها مشان ما تكسر كتير. ممكن اقطع واحدة واحدة لحال، كل واحدة لحال. ممكن انا اخذ الكل مرة واحدة هيك عشان يطلعوا نصف واحد. سامعين صوت الارشيه تبعها؟ هي ما دخل. نقرمشي أرمشة. هيك خلاصة. نوزع على الفستو. طبعا هذا اختياري. يكون وسطنا لليوم خلصت. قبل ما احط لها كلها فستو وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم اللي هي مبرومة بالقشطة. كان معكم الشيف فراس من مطبخ حلويات شامية. بتمنى تجربوها وتدعونا وتشتركوا بالقناة، ولا تنسوا الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.